اهلا بكم من جديد. المجلس العسكري اصدر منذ قليل بيان رقم 90 ملحقا بفيديو لكشف الاحداث دقائق، وهيكون معانا على الهواء بيتحدث البيان عن يعني من بعض الجمل: اليس من حقنا الدفاع عن ممتلكات الشعب المصري التي اقسمنا على حمايتها. خلال دقائق قليله جدا هيكون الفيديو ده موجود معانا على الهواء، وهو فيديو الاحداث. وقال المجلس العسكري ان هو حيوالي بنشر عدد من الصور للأحداث ومن يتهمهم بإحراق المجمع العلمي. إحنا عايزين هذه الوثائق، عايزين نشوف الأحداث دي ومن يتهمونهم ب كما يقول البيان العسكري بتنفيذ مخطط ضد مصر. سيادة اللواء، برضو أنا يعني عايزة أفهم في عقيدة القوات المسلحة، إمتى تصل العقيدة بضابط القوات المسلحة اللي عقدته أن يقتل العدو أن يطلق الرصاص على مواطن مصري؟ أولا أنا مش هتكلم في الكلام اللي قاله الدكتور عمرو أنه مشي، فأنا هلغي هذا الجزء من حديثي لغاية ما أشوفه على الطبيعة وأتناقش معه. لا ممكن لا ممكن تعديك ترد عليه، ما فيش أي مشكلة ولا رد عليه ولا حاجة. هو راجل أولا من الشباب اللي أنا بحترمهم جدا وبحبهم جدا، ورجل له عقيدته الواضحة، ويعني يستحق التشجيع مننا كلنا هو والجيل بتاعه كله. خليني أقول عدة حاجات. أولا أنت كلمتي متى تستخدم القوات المسلحة هذا الكلام؟ مظبوط. إذا اتكلمنا على مجلس الشعب أو مجلس الوزراء أو ماسبيرو أو أي جهة أخرى تتولى القوات المسلحة حمايتها، في الاصطلاح العسكري بنسميها حماية الأهداف الحيوية. نعم. بمعنى أن هذا هدف حيوي وأن هناك قوة مسؤولة عن دفاع عن هذا الهدف. هذه القوة لا يمكن أنها تستخدم، خاصة في الظروف اللي هي مع المدنيين المصريين الموجود الشعب المصري، لا يمكن أن تستخدم القوة العسكرية وهي بتحرس هذا الهدف طالما أن هذا الهدف لم يتم الاعتداء عليه. إذا تم الاعتداء عليه تبتدي تدافع. خليني أقول لك حاجة تانية. الأصل في الدفاع في القوات المسلحة أنه يستخدم السلاح، ده جيش. يعني الأصل أنه هو يستخدم البنادق والرشاشات والبتاع وكلام من ده. لكن لم يحدث هذا. لم يتم استخدام هذه الأسلحة ولا المعدات ولا حاجة خالص. الذي تم كله عمليات زي الناس ما بتعملها، بيعملوا زيهم وخلاص، لكن لم يتم استخدام العنف بالشكل المطلق الذي يتم استخدامه إذا ما كان هذا الهدف الحيوي مسؤولية القوات المسلحة وتم مهاجمته. زي ما أكون أنا في الحرب وبدافع عن محطة الإذاعة ولقيت العدو اللي جاي من الناحية التانية عشان يخش، بضربه بالنار على طول، والمدافع والطيارات وكل حاجة ممكنة. فإذا القوات المسلحة لا يمكن، رغم أنها مسؤولة عن حماية الأهداف الحيوية مسؤولية كاملة، لا ولذلك بص البيان اللي انت قريتيه يقول لك ايه، احنا مسؤولين عن حمايه التي اقسمنا على حمايتها. نعم. شفتي ممتلكات الشعب التي اقسمنا على حمايتها هو التفسير او التعبير عن الهدف الحيوي اللي الجيش مسؤول عنه. لكن انا عايز اطرح سؤال تاني بقى. اتفضل. يعني لو فكرنا في اللي حصل ده، انا هطرح سؤالين. هل نجاح الانتخابات بهذا الشكل أثار ناس معينة؟ الله، أنا مش عايز، أنا مجرد بتساءل معاك وأنا مش بتهم ولا بقول حاجة. الأمر الثاني، هل بدء العمل الأمني بالوزير الداخلية الجديد وبدء القبض على الناس والسيطرة على الأمن في الشارع ودفع القوات الشرطة في الشوارع، هل الاثنين دول كانوا سبب في تحريك مجموعة من الفئات التي لا ترغب في استقرار مصر؟ وخاصة أن المدة المتبقية كلها 6 شهور، يعني ما هياش هيقعد 2 3 4، لا ده العملية كلها 6 شهور هيقعد فيها، ثم بعد ذلك تسلم السلطة طبقا للتوقيت الزمني والإجراءات اللي بتتم. المرحلة الثالثة مجلس الشورى. يعني حضرتك بتتكلم عن الثورة المضادة، عن بقايا النظام السابق. لا يعني أنا بطرح تساؤلات. تساؤلات، وربما في هذه، في ضمن هذه التساؤلات في بطن الشاعر يعني بعض الإجابات. بمعنى مين اللي قتل الشيخ عماد عفت؟ لا أنا قبل ما أقول مين اللي قتل الشيخ، أنا عايز أعرف مين اللي عمل احداث طبعا ماسبيرو. ما احنا لحد دلوقتي ما هو دي احنا ما نعرفش. ايوه، ما دي امور متراكمه. احنا المتهم الرئيسي حتى هذه اللحظه في كل الاحداث من اول مسرح البالون الى اليوم ما تمش محاكمه شخص واحد. هل مفيش حد اتقدم للمحاكمه؟ هل لان لم يحدث مساءله؟ هل لان هو ما حصلش محاكمه؟ هل لان هو لم يكشف عن هذه العناصر؟ وعلى فكره كل ما بنتكلم، لا البعض بيتصور ان هناك تواطؤ بدليل انه ما فيش
النيابه العامه ما احالتش مجموعه من اللي بيتقال ان هم دول اللي خربوا في ماسبيرو، اللي خربوا في البالون، ايوه الشخص اللي انت بتسميه في بعض الاحيان اللهو الخفي. اللهو الخفي اللهو الخفي ده انا بسميه دايما اللهو الخفي، انه الراي العام يشوف مين اللهو، مين اللهو الخفي دوت. يعني لما يتقال ان المجلس العسكري النهارده من حقه يدافع، انا استنتجه على فكره بس انا مش عايز اخش في لا انا متخيله هذه الاستنتاجات، ما هي واضحه. قول لنا مين يا سياده اللواء، يعني لو انت تعرف سياده اللواء بيتكلم على الثوره المضاده، سياده اللواء بيتكلم على بقايا النظام السابق. سياده اللواء قال حاجه صح ولا لا؟ لا لا انا حاجه بتتكلم على انا هقول يعني عندكم دقيقتين اتكلم فيهم. اتفضل اتكلم. التغيرات التي حدثت في منطقه الشرق الاوسط والتغيرات التي تمت في العالم الاقتصاديه في امريكا واوروبا والى اخره اثارت التهديد لاتجاهين رئيسيين، حاجه منهم داخل المنطقه وحاجه منهم على المستوى العالمي. خلاص؟ انا بقول لك على معلومات شفت سمعتها بودني من ناس اخرين أن التقدم المصري واستقرار الديمقراطية في مصر وإنشاء دولة قوية على أسس سليمة هذا الأمر يعوق حاجات أخرى في المنطقة وحاجات أخرى على مستوى العالم. فمن الطبيعي جدا أن هذه القوى الدولية والإقليمية أنها تحاول تتدخل. أنا أزعم، أنا أزعم أن لدينا جهاز مخابرات. لا 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 هقولك حاجة. طيب لا مش جهاز مخابرات، ما أنا هقولك أهو. اتفضل. مع ثورة الاتصالات، مع ثورة وسائل الاتصال، مع الثورة التكنولوجية، مع كل ده هوت أصبح حماية الدولة من هذا الكلام 100% غير موجود. بدليل لاحظي حضرتك قضية من سنتين ثلاثة فاتوا حينما اكتشف ضابط في المخابرات CIA الأمريكاني عميل لإسرائيل. نلاحظ هنا حاجتين، العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل العلاقة الوثيقة وما هي مش محتاجة العملية دي. اثنين طيب. انها اسرائيل مجندة حد جوه المخابرات. طب سياده اللواء بيتكلم على مؤامره اقليميه. لا مش مؤامره يا جماعه، يعني مصالح على مصالح طبعا. مصالح دول عن 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 مصالح دول. ما بحبش كلمات المؤامره والكلمات الكبيره دي. وقد يكون ذلك جزء من القصه، ربما يكون جزء، لكن احنا عندنا مشاكل. المشاكل الرئيسيه واضحه انه اداره المرحله الانتقاليه فيها تخبط وفيها إدارة وفيها ارتباك امتياز شديد. يعني للاسف الشديد النقطه الثانيه انه ما زالت الحلول الامنيه هي اللي مطروحه، ما فيش حل سياسي مطروح اطلاقا. نمره ثلاثة، انا اعتقد ان وزاره الداخليه تعرف بالاسم الاشخاص اللي موجودين اللي احنا شفناهم النهارده وهم بيعتدوا على املاك الدوله، معروفين وتم تصويرهم. فين الناس ديت؟ ما بيتمش القبض عليها ليه؟ ليه بيتم الثوار بالذات اللي بتيجي فيهم الرصاص، الثوار بالذات اللي بيتم سحلهم؟ يعني انا متصور ان في مشكله كبيره، والتخوف الان هو ان احنا نكون بنتفرج على تحلل الدوله، لان احنا شايفين دلوقتي وهم اعتداء على مجلس الشعب، اعتداء على مجلس الوزراء، اعتداء على المجمع، اعتداء على البنك. لا في في يعني في عمل ممنهج، دي منطقة في ده مش عمل عشوائي، منطقة الخطوره، ومعروف تاريخيا انه اذا حب فصيل سياسي انه ينهي على الدوله يستطيع ان ينهي. ما هو انا بقى عايز اسالك هنا، وده له علاقه بحقوق الاعتصام، عفوا، يعني بما ان هذه منطقه حيويه لها علاقه باهم اجهزه للدوله، طب ما كان من الاجدى بقى ان انا امنع الاعتصام في هذه المنطقه من الاول. ما نقدرش. ما هو قبول، ما هو هنا بقى السؤال، لان ده حق دستوري للناس. طب يبقى التوازن ازاي؟ كيف اكفل الحق الدستوري وفي نفس الوقت احافظ على مؤسسات الدوله حينما يخترق هذا الحق الدستوري؟ طيب بالتفاوض. لا انا بتكلم يعني لازم يبقى بتكلم في حوار تاني خالص. بقول ان طيب. الحق الدستوري في الاعتصام طيب. ولكن ليس من حقهم الدستوري تعطيل المصالح واعتراض الطريق. طب خلينا نشوف الفيديو الذي صدر مع البيان رقم 90 للمجلس العسكري. هل الفيديو ده معاه صوت ولا؟ طيب بيان المجلس العسكري ماذا يقول؟ هو اللي قدامك ده إيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأهمية التواصل مع الشعب المصري وشباب الثورة، أليس من حقنا الدفاع عن ممتلكات الشعب المصري العظيم والتي أقسمنا على حمايتها؟ طيب وبعض الصور طبعا المرفقة بقى من المخطط، ما قال المجلس العسكري انه مخطط يتم تنفيذه ضد مصر. نشوف الصور. انا قلت طيب لحظات قليله وتكون معانا هذه الصور. اذا هذا هو البيان رقم 90 للمجلس العسكري مرفق بفيديو. ايوه احنا كلنا معترضين على الصور دي، بس فين الناس دي دلوقتي؟
طبعا هو السؤال، لماذا لم يتم القبض على كل هؤلاء؟ يعني هذه صور بصراحه همجيه لتدمير منشآت الدوله. خليها فول سكرين من فضلك يا علي. العنف في اقل حد له يا جماعه، العنف سهل، العنف سهل. ايوه يا ست اللواء، يعني ده في مكنه، في مكنه اجهزه الامن وفي مكنه الجيش ان هو يقبض على الناس ديت. ما الناس دي كلها احنا قبضوا على جزء من الناس، يعني قبضوا على 16 يا فندم بس، يعني هو تم التحقيق مع 16 الذين كانوا يقودون العمليه بس. طيب. ومنهم هنعرف الباقي. في مجموعه يعني مثلا كان في اتنين اتقبض عليهم اجانب داخلين مصر، قبض عليهم من جهاز المخابرات المصري وقالوا ان هم مرتبطين بناس جوه مصر، ما احنا ما عرفناش مين الناس دي. في تحقيقات بتتم يا جماعه. ما هو يا جماعه، ايوه، ما تمش اللي هو ما تمش تقديم حد للعداله لنتيجه واحده، ما فيش قاضي تحقيق احال يعني حد النيابه العامه، ما حالتش حد المحكمه يا جماعه. التحقيقات الامنيه من البالون، نعم، من وقت البالون يا ست اللي هو داخلين على سنه. انتوا بتستسهلوا هنا بشبكه، شبكات موجوده، وبعدين بيمسك حاجه يوصل لطرف ثاني ويمسك الثاني ويطلع الثالث. اما ما تبقى حاجه ممسوكه باليد يقولوا، لكن ما نستعجلش. لكن طبعا في اجراءات بتتم يا ست اللواء. احنا عارفين ان لما بيتقبض على حد ده طبعا ده مجلس الشعب والمجلس الوزراء، غالبا ده مجلس الوزراء. طب بص الناس اللي موجوده زي ما الملحوظه اللي قالها المفتي، مين دول؟ هم قال لنا المجلس العسكري هم، ان دول اهوت يعني ناس طبعا عدد من هؤلاء بالفعل اعتقد ان تم القبض عليهم، يعني لازم يكون تم القبض، مش ممكن ما يكونش تم القبض عليهم. يعني يتقال لنا بقى مين الناس ديت ومين اللي شغالهم ومين اللي بيدعمهم. يا جماعه ده موضوع امن دوله. سياده اللواء، هو يعني مع احترامنا للتحقيقات لكن مش ممكن نبقى بنعمل تحقيقات بقى لنا 6 أشهر في قضايا قديمه. لا لا لا، ليه؟ لسبب صغير، هذه الشبكات موجوده وبتتحرك يا ست اللواء. موجوده نائمه على بص خليها فول سكرين يا عادل من فضلك. في حاجه يعني اسمها الخلايا النائمه. الخلايا النائمه كانت موجوده باستمرار منذ تم التحول وبتتحرك، فاجهزه الامن لازم تتعرف على كل. انا المفروض ما اقولش الكلام ده يعني، لكن انا بقول لك اهو، خلايا نائمه تم تحريكها، هذه الخلايا النائمه تم تحريكها، جزء منها معروف، جزء منها ما زال التحقيق بيكشف عن بقيته، فنصبر شويه بس ما تحيي. طب لماذا كل من يقتل يكون من الثوار يا سياده اللواء؟ نعم. كمان لماذا يعني، هل بالمصادفه يعني ان كل دول ثوار؟ لا انا ما بتكلمش على دول، انا بتكلم على اللي اتقتلوا. اللي اتقتلوا يعني يعني المعلومات عندنا، ما هو من الذي قتلهم؟ وده سؤال مهم جدا. الشيخ عفت تم قتله برصاص. برصاص طبعا انت عارف ان الشيخ عفت هو صاحب فتوى الزملاء. الزملاء قالوا ان هم كانوا واقفين وفجاه وقع منه رصاص. مين يعني؟ طبعا الشيخ عفت صاحب فتوى الشهيره بتحريم التصويت لصالح فلول الحزب الوطني. ده تمام، ده تمام. فطبعا دي يعني فوارد يا جماعه، مرحلتين خلصوا. طب ما يفتي زي ما هو عايز، في مرحله ثالثه. ومع ذلك لا، دي كانت فتوى يعني قبل هذه الفتوى، قبل الانتخابات. طب انا هسال سؤال، كم واحد من ما يطلق عليه الفلول نجح؟ مفيش. لا، نص في المية. نعم، نص في المية وأقل بنص في المية. نص في المية. طيب يعني ما هياش دي الفتوى اللي هل دي نهاية الفيديو ولا الفيديو لسه مكمل معانا؟ ده كان أمر طبيعي من الشعب المصري. أيوه أنا ما قلتش حاجة بقى، مش معناها إن الفتوى اللي قالها دي عملها سببت له حاجة، مش ما هياش فتوى، لأنما لم الشعب المصري الواعي الجديد. شوف يعني ده يعني ما هو ده صورته لا ما هو صورته باينة خالص، يعني ده صورته باينة، يعني تستطيع جهات الامن انها تجيبه اللي واقف بيولع اهو. مش معنى انا ماليش كلهم صورته وصورهم باينه، كلهم صورهم باينه. لا انا عايز واحده ليه قدامها، واحده قدامها وانا عايز واحده. طيب يعني في نهايه هذه الفقره كلمات اخيره سياده اللواء. الكلمات الاخيره، اتمنى ان يضبط الجميع نفسه، سواء كانت الجهات الامنيه او القوات المسلحه او الناس الموجوده في الشارع او في نادي التحرير. ويا جماعة الفترة المتبقية لا تسمح لا بانتخاب حد جديد ولا بعمل جديد ولا مجلس سياسة جديد، عبال ما يبتدي عمله هياخد ال6 شهور اللي هم المجلس هيسلم فيهم السلطة. فلماذا هذا الكلام كله ولصالح من؟ على الجميع أن يسألوا لصالح من؟ وأنا وريت لك في الأول خالص التصويت الإلكتروني والنتائج بتاعته. بس نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحصل هدوء في العملية، أن يتبين الجميع أن مصلحة مصر تتطلب النوع من الاستقرار حتى يتم تسليم السلطة للرئيس الجديد والحكومة الجديدة وإلى آخره. يعني بص، محاولة تكسير الباب الحديدي لمجلس الشعب. طب يعني ما يدافعوش عن دي بقى؟ شيء فظيع. لا احنا ما بنقولش ما يدافعوش، الدفاع عن المنشآت الحيوية ده امر حتمي وشرعي وواجب وما قلناش كويس. انا مبسوط منك. احنا بنتكلم على استخدام عنف مفرط مع بعض الاشخاص الاخرين. ده يعني مفرط، ما قلنا ان القوات المسلحة اذا استخدمت حقها القانوني تطلق الاسلحة الحقيقية، لكن هي ما بتعملش كده.
انا متصور انه المجلس العسكري يجب انه يكون حريص على رصيده لدى المصريين، وان هذا الرصيد لا يقل. نمرة اثنين، انا متصور انه على النيابة العامة سرعة الامر بالضبط على كل من شارك في الاعتداء على املاك الدولة وتراث الدولة والتراث الانساني في المجمع. نمرة ثلاثة، انه على النائب على النائب العام انه يسعى الى ان الى الاستعانه بقاضي التحقيق، تكون مهمته الرئيسيه هي الوصول الى هذه الى الحقيقه في هذه الاحداث في اسرع وقت ممكن. انا ما لم يحدث ذلك احنا بصراحه بندور في عمليه مفرغه، وانا بايدك 100% في كل كلمه قلتها. انا شكرا جزيلا. دي كانت لقطات، وده الصفحه الاخيره من الفيديو من البيان رقم 90 للقوات المسلحه. عايزين التحقيق، عايزين تحقيق مع كل هؤلاء. الصور واضحه، الناس دي متشافه، الكاميرات واضحه، سواء بكاميرات المجلس او بكاميراتنا او باي تصوير، الناس دي وشوشها واضحه. مش ممكن يكون يطلق هؤلاء ويستخدم عنف ضد اخرين، ما ينفعش. دول اللي لازم يتم القبض عليهم بتهم تهديد المنشات الحيويه، بتهم احراق تراث مصر، بتهم يعني تغييب الذاكره المصريه، التراث الانساني، بتهم كل اشاعه الفوضى. دول لازم يتقبض عليهم، مش 16 بس، كل دول لازم يتقبض. كل من اللي رمى طوبه في وحاول يهدم مؤسسه مصريه ده لازم يتقبض عليه، ده ما فيهوش هزار، ولكن بالطرق القانونيه التي تتماشى مع حقوق الانسان. يعني ليه ما نقدرش نماشي حقوق الانسان مع الطرق القانونيه، مع حمايه أملاك الدولة، ما يتحول الإنسان الطبيعي للمواطنين. ومرة أخرى أهيب بكل اللي ماسكين في التحرير أو في شارع القصر العيني، الضابط المصري أو العسكري المصري أو فرد الأمن المصري، أرجوكم يا جماعة ده مواطن مصري، ما ينفعش. دخلت الأوراق، وما ينفعش يكون النهاية إن إحنا بنقتل بعض. نخرج فاصل، بعد الفاصل نستقبل عدد آخر من الضيوف. الدكتور إبراهيم الزعفراني، وكيل مؤسسي حزب الحر، حزب وكيل حزب النهضة، والأستاذ زياد علي عضو مجلس الاستشاري المستقيل، والأستاذ هشام قاسم الناشر والناشط الحقوقي. بعد الفاصل.